نحن حاليا متواجدين بمحيط القلعة، ومثل ما عم تشوفوا دائما عمال النظافة هنا من الجنود الخفيين اللي بيكونوا متواجدين بمحيط القلعة ليقوموا بالتنظيفات اليومية للمحافظة على طبعا رونق ونظافة هذه المنطقة. معي حاليا احد طبعا رجال النظافة، رح نحكي عن طبيعة عملهم. يسعد صباحك عم. الخير. منطقة صباح الخير، منطقة سياحية وكنا عم ننظفها وبعد الظهر كمان وعم نشتغل. من أي ساعة بتتواجدوا الصبح؟ الساعة 7. الساعة 7 بالصبح. ايوه بيجوا أكثر من دورية يوميا؟ يوميا أكثر من دورية. ايوه بننظفها دائر من دارها وبنجي. أكيد يعني عم نحن متواجدين بقلعة حلب، هي القلعة هي رمز لكل رمز للسوريين كلياتهم ورمز لأهالي حلب. حاليا نحن عم نعيش معكم فرحة الانتصار، فرحة التحرير، قد ايه بيعني لك هي الفرحة وقد ايه فرق معك؟ كبيرة، شغلة كبيرة بقول لك. يعني شغلة كبيرة كبيرة ميكي. ونحن متواجدين هون وعم نشتغل تمام ماشي، الشغل تمام ماشي الشغل. يعطيك العافية، يعني أنا عم شوف معك أكثر من عامل عم بيكونوا متواجدين الصبح. اثنين. ايه اربع، يعني اوقات 4 اوقات 5 اوقات 2 اوقات 1 يعني مشكل. ايه يعطيك العافيه عم. ما رح نعطلك عن شغلك، بدنا اياك بدنا اياك رح ننزل من السياره ونتركك كمل شغلك. شكرا لك واكيد مبروك لكم النصر. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. الله. يعني مثل ما عم تشوفوا هلا رح ينطلق اكيد بعمله. مثل ما شفتوا طبعا خلال تواجدنا بحلب رصدنا الجيش الخدمي مثل ما سميناه اللي طبعا انطلق فور تحرير مدينة حلب الى الريف الغربي ايضا والريف الشمالي لاعادة الحياة الى الطرقات ووصلة مرة اخرى وتنظيف السواتر الترابية. وخلال تغطية الاخبارية السورية على مدار الايام الماضية كنا معكم بتغطيات مباشرة لهذا الموضوع، وبدي ارجع لعندكم صبايا ويسعد صباحكم.